لم يتمكن الحاج حبيب من دفع إيجار محله الذي يعمل فيه منذ 10 سنوات إلا بعد أن استدان المال اللازم من معارفه، بعد عجزه عن إقناع مالك المحل بالتريث قليلا لحين انتهاء أزمة كورونا. ديقار شهدت خسارة لعدد من أصحاب المحال بعد عرض محالهم التجارية للإيجار وبيع بضاعهم بسعر زهيد بسبب الأزمة الوبائية التي عصفت بالعالم. حتى كورونا أثرت على السوق وأثرت على الوضع الحالي بالبلد، مو بس من ناصرية، كل محافظات العراق، لأنه تزامنت ويا شغلات ويا. يعني أنت إذا الدوائر كلها معزلة، المشاريع كلها معزلة، شركات كلها متوقفت، أكيد رد الثاني يصير على السوق. ويا عالم عفت محلاته لأنه ماكو شغل، شلون يشتغل إذا ماكو راتب، ماكو مشروع، ماكو ايراد بالبلد، شلون يشتغل؟ ما يقدر يشتغل. هاي محلاتنا يعني من بدايه الجائحه لحد الان ركود اقتصادي كلش يعني كبير. يعني احنا ناس عندنا ايجارات، عندنا مخازن، عندنا الوضع السوق كلش واقف، ماكو حركه للسوق يعني. أزمة كورونا ألقت بظلالها على العمال والكسبة من أصحاب الأجر اليومي في القطاعات الخاصة وغير الحكومية، متروكين دون موارد مالية، فيما أكد خبراء اقتصاديون إن السوق المحلي قد تراجع على 70%، ما خلف خسائر، وأصحاب الدخل المحدود هم الأكثر ضررا. السوق في قبل الجائحة والسوق ما بعد الجائحة أو في الجائحة وجدنا الفرق الدخل اليومي للتاجر في بعض المحلات وصل إلى فرق 75% مع الأسف. بعض المحلات الغذائية لم تتأثر بشيء بسيط جدا. رغم أنها من المشكلات التي تؤرق حياة أصحاب الأجر اليومي، إذ تضاعفت الإيجارات الشهرية مشاكلها، ما دعا أصحاب المحال التجارية الحكومة العراقية إلى تنظيم قانون يحمي المستأجر في الأزمات. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.